الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله وسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مولي النعم والشكر له على ما خص منها وعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أشرف الأمم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر اللهم لنا أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي من شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين، عند قوله من كتاب باب جامع في الصلاة: وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. فذكر فروعا يعني يندب الإعادة فيها، إعادة الصلاة فيها في الوقت، مبتدئا بقوله ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وذكرنا شروط ذلك. وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، أيضا ذكرنا شروط ذلك، ويعني أنه يعيد في الوقت إذا كان على القول بالوجوب، إذا كان عاجزا عن إزالة النجاسة، أو إذا كان إيه ناسيا لها. أما على القول بالسنية في يعني أيضا مطلقا من غير إيه تقييد بهذا، فيعيد في الوقت. فذكر الفرع الثالث وهو قوله، يقول الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته. نعم، قال الإمام النفراوي في كتابه الفواكه الدواني رحمه الله في شرح ذلك: وكذلك أي يعيد في الوقت. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى الإعادة في الوقت. وقلنا هذه الفرع الثالث أو النظائر، هذا من ذكر النظائر. من توضأ بماء نجس، الأولى متنجس. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس عين النجاسة، هذا نجس، والمتنجس مكتسب النجاسة، يعني الذي أصابته النجاسة. أيوة، هذا فرق بين النجس والمتنجس. تجدون هذا الكلام عند الشيخ يعني أحسنهم الإمام الفيومي، تكلم على هذا في كتاب المصباح المنير، فرق بين النجس والمتنجس والنجس كذلك بكلام جميل جدا. طيب، قال الأولى متنجس لقوله مختلف في نجاسته. يبقى إذن ما عينه نجس هذا لا يختلف في نجاسته، فإذن يقصد بقوله نجس يقصد متنجس. من أين أخذنا ذلك؟ من بقية عبارته، لأنه قال مختلف في نجاسته. الذي يختلف في نجاسته هل هو النجس أو المتنجس؟ المتنجس. أما النجس هذا متفقون الفقهاء على نجاسته. طيب، قال يعني يمثل للماء المتنجس المختلف في نجاسته، مثل بقوله كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغير، يعني وقعت فيه نجاسة قليلة، هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغير. يبقى إذن كم شرط عندي قيد هنا؟ ثلاثة قيود: الماء قليل وقع فيه قليل النجاسة ولم يتغير ذلك الماء. واضح الكلام؟ هذا مثال للماء الذي اختلف في نجاسته. قال على قول ابن القاسم، لأن على قول ابن القاسم ما الحكم؟ ما طاهر، ليس نجسا.
لا، على قول ابن القاسم أنه نجس، هذا قول القاسم اللي مشى عليه ابن أبي زيد فيما سبق، نعم أخذناه أنه متنجس، حكم عليه أنه متنجس. ولذلك قال الشيخ وإن كان قول ابن القاسم فيما سبق، وأيضا قالها الشيخ درديف في الشرح الصغير أيضا، وإن كان قول ابن القاسم، لأن هذا قول إمام مالك، لأن إمام مالك لم يعتبر قلة الماء من كثرته، لأن هذا قول الشافعية، إذا كان الماء كثير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لا، نحن عندنا في مذهب مالك العبرة بالتغير، العبرة بالتغير، كان الماء قليلا أو كثيرا. فهنا في الصورة التي معنا إذا كان الماء قليلا ولم يتغير فالحكم في المذهب أنه طهور، يجوز التوضؤ به ولا إشكال. أيوة، خلاف ابن القاسم. لكن نحن نريد أن نمثل الآن بمثال فيه خلاف، أهو هذا المثال يليق معنا. ابن القاسم يرى أنه ماء نجس، ماء قليل وقع فيه قليل النجاسة لم يغير، مع ذلك ابن القاسم وابن أبي زيد قالوا إيه؟ بأنه نجس. طيب، مشهور المذهب وقول مالك ليس بنجس، إذن اختلف، انطبقت صورة على ما معنا. طيب، ننظر في باقي الكلام. قال سواء توضأ به عامدا أو ناسيا وبعد الوضوء ما أصابه من ثوب أو جسد. إيش يعني هذه معطوفة على ماذا؟ والله مستئناف. كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره، على قول ابن القاسم سواء توضأ به عامدا أو ناسيا وبعد الوضوء ما أصابه من ثوب أو جسد. يعني لو توضأ بهذا الماء المختلف في الجسد، توضأ به ناسيا أو عامدا أو بعد وضوءه أصابه، يعني مش أو بعد، وبعد، أو حتى ولو بعد، لا لا، أو وبعد، لو قال أو بعد خلاص أنا فهمت هذه الكلام، أو ناسيا، لا أو ناسيا هذه تمام، وبعد، وبعد كلام جديد، كلام جديد استنى، وبعد الوضوء أصابه من ثوب، بعد توضأ وضوء آخر من ثوب هذا، أصاب الماء مختلفها، يعني تضبط الثوب تاع مختلفها جسدي هذا، يعني سواء توضأ به أو أصابه بعد الوضوء، أصاب ثوبه أو جسده. أو أصابه به بعد وضوئه من ماء طهور آخر. وضع به عامدا أو ناسيا وبعد وضوء مطلقا، يعني أيضا مثال آخر ممكن الشيخ يريد أن يمثل مثال آخر، ما أصابه من ثوب أو جسد يعني حلل عليه نجاسة، أي يعني نعم على الماء، لا من الماء نفسه هذا مختلفين، ما هو توضى ذلك الماء أنه هذا الماء المتنجس، أي متنجس، أصاب ثوبه أو بدنه هو متنجس الآن، يعني نعم، لكن مش بعد الوضوء نفسه ثوبه، لا توضأ بماء طاهر طهور، لا 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 خلاف فيه، ولكن أصاب ثوبه ماء اختلف في نجاسته. نعم. طيب، أيضا هذا ينطبق عليه نفس الكلام، ينطبق عليه نفس الكلام، فابن القاسم يقول إيه؟ أنه قد تنجس، أصاب ثوبه نجاسة، لأن هذا الماء متنجس عند ابن القاسم وعند ابن أبي زيد، لكن على قول مالك ومشهور المذهب لا، الطهور هذا لا شيء فيه، ولا أو أصابه بعد وضوئه. ولعل وجه الإعادة في الوقت، لأن كلامنا الآن الشيخ ابن أبي زيد يقول أنه يطلب ممن توضأ بماء مختلف في نجاسته، يطلب منه ماذا؟ الإعادة في الوقت. لماذا يا ابن أبي زيد طلبت الإعادة في الوقت مع أنك ترى تقول بأنه نجس أنت وابن القاسم؟ أهو ننظر. قال ولعل وجه الإعادة في الوقت على كلام المدونة لابن القاسم، وجه الإعادة عند ابن القاسم يعني والمصنف، مراعاة للخلاف. أي خلاف يراعيه؟ لا، يراعي قول من؟ يراعي المشهور، يراعي قول مالك الذي يرى أن هذا الماء طهور، فلذلك لا يطلب منه ماذا؟ إلا الإعادة في الوقت. فإذا هو يرى أن هذا الوضوء صحيح، وإنما يندب لمن توضأ بذلك الماء
المختلف في نجاسته أن يعيد في الوقت، مع أنه في الأصل يرى أنه إيه ما نجس، نعم ما متنجس، ما متنجس فيعيد أبدا في الأصل، لكن مراعاة الخلاف. وقلنا مراعاة الخلاف هذا أحد أصول مذهب الإمام مالك الذي يعمل بها تارة ويتركها تارة. فهنا قول ابن القاسم يقول بأنه يطلب منه الإعادة في الوقت مراعاة لمن يرى أن هذا الماء طهور تصح الصلاة والوضوء به. طيب قال مراعاة الخلاف، وإلا فهو متنجس على قوله، ومشى عليه المصنف فيما سبق وذكرناه المقال الشيخ، وقليل الماء ينجسه كثير قليل قليل الماء، والماء القليل ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، هذا كلام الشيخ. ولذلك نبه عليه الشيخ الدردير في أقرب مسائل في الشرح الصغير، قال وكلام ابن أبي زيد في الرسالة وقليل الماء ينجسه كثير قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف، ذكر الشيخ الدردير هذا في الشرح الصغير نبه عليه، قال لا يعتمد عليه هذا القول. طيب ثم قال الشيخ ومشى عليه المصنف اللي هو ابن أبي زيد فيما سبق، يعني في كتاب الطهارة، لأن النص لابن القاسم، النص لابن القاسم ما هو؟ قوله إن لم يجد سواه تركه وتيمم، يعني إيه؟ يعني يرى أنه نجس ابن القاسم، هذا هو بنى عليه الشيخ الإمام ابن أبي زيد. ومعنى مراعاة الخلاف أن القائل بالنجاسة يكتفي بالإعادة في الوقت ولا يطالب من توضأ بهذا الماء أن يعيد أبدا، يعني خارج الوقت، مراعاة لقول القائل بعدم نجاسته اللي هو قول مالك ومشهور المذهب، والقائل بالطهارة يقول بالإعادة في الوقت مع أنه يعني يرى ماذا الذي يرى طهارته؟ أنه لا يطالب بالإعادة أبدا. طيب قال والقائل بالطهارة يقول بالإعادة مع أن الماء طهور فلا يطلب الإعادة أصلا في الوقت مراعاة لمن يقول بالنجاسة. فإذا القول بالإعادة في الوقت وسط بين القولين، شفت ومراعاة الخلاف قلت لكم فيه مرونة تشريعية عظيمة جدا، يعني وهذا تجده عند المالكية أكثر تطبيقا من باقي المذاهب، فهذه ميزة لا تجده. وإن كان وجدنا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بعض مسائل تطبيقية قال فيها بمراعاة الخلاف، وإن كان في مسائل المعاملات قال بأن العبد المدبر، يعني الذي قال فيه سيده أنت حر يعني بعد موتي، فقال لو باعه، المدبر لا يجوز بيعه، لو باعه ثم اشترط على بائعه أن يعتقه قالوا مضى، قال لا يجوز إذا باعه يكون البيع فاسد، طب فإذا اعتقه صح البيع. شوف خلي بالك كيف انتقلت المسألة، الأصل عدم جواز بيع المدبر، لماذا؟ لأنه يصير، لأن صيرورته إلى إيه؟ إلى الحرية، فلا يجوز بيعه المدبر، هذا الذي يكون حرا بعد موت سيده. المدبر هو من؟ هو العبد الذي يصير حرا بمجرد موت سيده، قال له أنت حر بعد موتي، فبمجرد ما يموت سيده يصير حرا. فقال الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة قال لو باع سيده، لو باع السيد هذا المدبر هي قبل وفاته لا يجوز، احنا قلنا لماذا؟ لأنه سيصير إلى الحرية بعد ذلك، فلهذا منع الشارع بيع المدبر. طيب باعه، فحكم هذا البيع ماذا؟ فاسد عند الإمام أبي حنيفة. لكن لو اعتقه المشتري وقال أنت حر مضى العقد الفاسد، شوف نحن قلنا العقد فاسد خلاص صح العقد، لا خلاص، لأن هنا انظر لماذا هنا صح؟ لأن الحرية في الحال أولى من الحرية في المآل أولى، فلذلك هنا
من باب أولى قدم، وهو قول مالك في هذا. فإذا وجدنا لما أبي حنيفة بعض مسائل قليلة قال بمراعاة الخلاف فيها بعد الوقوع. أيضا عنده مسألة بيع النوى داخل البذرة غير ذلك لا يجوز إذا وجد أحيانا بعد الوقوع أمضى في، وغير ذلك من بعض المسائل التي وجد فيها مراعاة الخلاف. لكن عند المالكية لا، هذا أصل من أصولهم نصوا عليه، ولذلك ذكره ابن أبي كف في منظومته اللي هي إيه اللي شرحها الولاتي في إيصال السالك، منظومة في 30 بيت أو 32 بيت، عندما قال أصول مذهب الإمام 16 ذكر فيها أصول مذهب الإمام مالك، منها مراعاة الخلاف، ونص على أنه يعمل به تارة ولا يعمل به تارة أخرى، ورعي خلف إيه في يعني في بطور يعمل أو في طور يعمل. طيب ثم قال والذي في شراح خليل أن المتوضئ بهذا الماء لا إعادة عليه أصلا في المشهور. طيب ما معنى هذه العبارة أتى بها الإمام النفراوي بعد أن ذكر القولين؟ ما معناه؟ معناه أنه لا مراعاة لقول ابن القاسم أو إيه ابن أبي زيد في هذا. شوف خلي بالك، قال والذي في شراح خليل المتوضي بهذا المال لا إعادة عليه أصلا في المشهور، لا في الوقت ولا في غير الوقت. فإذا ولذلك قلت لكم أصل مراعاة الخلاف لا يعني لا يقول به الإنسان أو أي إنسان يرى خلاف يقول والله أفتي بهذا مراعاة، لا، هذا لابد فيه من الوقوف على نص من علماء المذهب لابد. أما هكذا فلا، زي ما تكلموا في بيع التفريق في البيع في التفريق بين الأم وولدها وغير هذه المسائل، هل يعني هل مما نص عليه الإمام أو لا، يعني تراجع في المذهب، لكن يعني في مسائل نصوا عليها وفي مسائل اختلفوا فيها، هل نص المالكية عليها على مراعاة الخلاف فيها أو لم ينصوا. طيب قال الأجهوري في شرح خليل وإذا استعمله لا إعادة عليه أهو، وعلى مذهب المدونة والرسالة يعيد في الوقت مراعاة للخلاف. طيب ننظر، يبقى إذن على مذهب المدونة قال الشيخ والرسالة فإنه يعيد في الوقت. طيب يقول الإمام النفراوي وأقول قول العلامة الأجهوري في شرح خليل بعدم إعادة مستعمله، مستعمل هذا الماء اللي هو الايه المختلف في نجاسته اللي هو القليل إلى آخره، إن كان لنص صريح عن الإمام أو غيره من أئمة المذهب فلا إشكال، إذا كان هناك نص طبعا لا إشكال على عدم على يعني عدم طلب الإعادة، وإن كان لظاهر كلام خليل، إذا كان الإمام الأجهوري بنى عدم الإعادة على أن هذا ظاهر كلام خليل في المختصر فلا يعني لا يسلم له هذا، لأن حكمه بعدم نجاسته، حكمه هذا الماء حكم الماء بعدم نجاسته لا ينافي ندب إعادة الصلاة في الوقت. يعني متى آخذ منه عدم الإعادة؟ إذا كان ذلك إذا كان هناك تلازم كما نقول في المنطق، إذا كان في لزوم آخذ هذا من هذا لابد، زي ما تكلموا عنه في القضايا الشرطية، القضايا الشرطية المنفصلة أو المتصلة إذا ذلك، يعني إما موجود أو غير موجود. طيب خلاص آخذ من غير الموجود موجودا، يعني إذا قلنا أن فلان موجود يلزم منه أن يكون غير موجود، فهذه يسمون فيها الشرطية المنفصلة ها، وهذه الشرطية الحقيقية. طيب تكلموا عليها في المنطق هناك كثيرا، فهنا عندنا لا يلزم من القول بأن حكمه بأنه قال لأن حكمه بعدم نجاسته
ندب إعادة الصلاة لا ينافي ندب إعادة الصلاة في الوقت. نعم في ليس هناك تلازم كما في الرسالة. فلعل الأحوط الاحتياط يعني وهو الأخذ بلا شد كلام المدونة والرسالة وهو الإعادة في الوقت. الإعادة في الوقت قال من ندب الإعادة في الوقت من ندب الإعادة. يبقى إذن الشيخ له مناقشة لكلام الشيخ الأجهوري. فنعم طيب أي حد عنده نظر أو تعقيب على كلام الشيخ هنا؟ واضح؟ طيب ثم قال الإمام ابن أبي زيد في الرسالة في المتن وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه أعاد إيه؟ صلاته أبدا ووضوءه. طيب قال الشارح الإمام النفراوي وأما من توضأ أو اغتسل بماء قد تغير ولو ظنا غير قوي. طيب ولو ظنا غير قوي أدخل ماذا؟ الظن. لا لا يدخل الشك. أدخل الظن الظن عادي هكذا. في ظن عندنا لا نعبر عنه بالقوي وفي عندنا الظن القوي وعندنا إيه؟ متيقن. عندنا اليقين يعني عند الظن إما أن يكون ظن عادي أو ظن متيقن أو يقين. فإذا قوله ولو ظنا غير متيقن أدخل أمرين آخرين هو اللي هو الظن الغالب نسميه إيه؟ الظن الغالب أو القوي قد يعبرون عنه وأدخل اليقين. واضح الكلام؟ طيب وأما من توضأ بماء قد تغير ولو ظنا غير قوي لونه تغير لونه أو طعمه أو ريحه يبقى هذا إيه؟ يعني فاعل التغير بما يفارقه غالبا وما بماء ها قد تغير لونه بما يفارقه غالبا احترازا من ماذا؟ الملازم. الملازم هذا لا تأثير له في الماء الطهور حتى لو غيره لا يؤثر. واضح؟ بما يفارقه غالبا من طاهر كلبن. طيب هو طاهر ممكن نشربه لكن لا يمكن ايه المنافي لا يمكن التطهر به. فإذا تغير لونه إما من طاهر أو نجس كبول. ففي الحالتين يعتبر ايه تغير من التغير فلا يصلح للعبادة. طيب إذا تغير بطاهر أو نجس. طب وإحنا قلنا إما تغير ظنا غير قوي أو ظن غالب أو يقين يبقى كم صورة عندنا؟ ستة. اثنين في ثلاثة بست. لأن في التغير بالطاهر حنقول ظن غير قوي ظن قوي ويقين. عندنا أيضا في حال التغير بالنجس أيضا هيكون معي إيه؟ الظن الغير قوي الظن القوي التيقن. واضح الكلام؟ كم صورة؟ ستة. طيب ثم قال الشيخ بعد ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. يبقى إذن هنا لماذا أعاد صلاته أبدا؟ لأن هذا ماء غير مختلف في نجاسته. هذا ماء متفق على نجاسته لأنه تغير أحد أوصافه اللي هو لونه أو طعمه أو ريحه. ثم قال أعاد صلاته أبدا أي في الوقت وخارجه ووضوءه. لماذا أعاد الوضوء؟ لأنه ما غير طهور متيقن. نعم يعني لأن وضوءه كالعدم. واستنجاءه وأعاد استنجاءه لأن الحدث وحكم الخبث لا يرتفع إلا بالمطلق. فإذا هو لماذا إعادة الاستنجاء هنا؟ إيه حكم خبث. يعني لو أنت يعني الخبث قد تزيله بلبن قد تزيله بأي ماء طاهر لكن الحكم باق حكم الشرعي حكم الشرعي. وإن كان حسا قد أزيلت النجاسة حسا لكن شرعا
حكما لم تزل النجاسة، لأن نحن متعبدون في إزالة حكم الخبث بالماء الطهور اللي هو المطلق اللي هو ماء بلا قيد. طيب، ثم قال لأن الحدث وحكم الخبث، مش الخبث، لا الخبث قد يزال بأي شيء، واضح الكلام أهو، وحكم الخبث لا يرتفع إلا بالمطلق وهو الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان، لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا. وهذا الكلام اللي احنا هون نتكلم فيه، لأنه إذا تغير هيبقى غير باق على خلقته. الله سبحانه وتعالى خلق الماء طهورا كما ورد في الحديث، خلق الماء طهورا، فإذا تغير لا ينزجه شيء، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه خلاص زال عنه وصفه الطهورية. ولا فرق في الإعادة بين استعماله في وقت الضرورة أو الاختيار، لأن الواجب على من هو معه التيمم. يعني سواء كان الوقت الذي أنت فيه وقت ضرورة أو وقت اختياري، احنا قلنا الصلاة لها وقت اختياري ووقت ضروري. وقت الاختياري هذا الذي يوقع فيه الإنسان المصلي في حال الاختيار، أما الضروري هذا اللي هو لأصحاب من الأعذار والضرورات، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر. وذكرنا احنا الكلام على الأوقات الاختيارية والضرورية فيما تقدم. طيب، ثم قال الشيخ هنا فإذا لا فرق بين أن يكون وقت ضرورة أو وقت اختيار، فيعيد أبدا، لأن الواجب على من هو معه التيمم. شفت يعني كأن الماء هذا كأنه كالعدم لأنه تغير أحد أوصافه. طيب، ثم قال يعني فرغ الشيخ الآن من الكلام على المسائل التي يعيد فيها المصلي الصلاة في الوقت، شرع يتكلم على على الجمع بين الصلاتين، متى يجمع المصلي بين الصلاتين وما هي الصلوات التي يجمع بينها، وصفة هذا الجمع وغير ذلك من الأحكام التي سيأتي ذكرها. فيقول الإمام رحمه الله ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة، ويؤذن للمغرب، أي صفة الجمع، ويؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، يعني يؤخر الصلاة المغرب قليلا بعد الأذان، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. طيب، يعني ذكر الآن صورتين من صور الجمع الشيخ، نقرأ الشرح. قال الإمام النفراوي ولما كان من متعلقات الصلاة جمعها، إذا الجمع يتعلق بالصلاة لأن فيه تقديم الصلاة إلى الأخرى، جمعهما يعني أداؤهما في وقت واحد. طيب، قال ولما كان من متعلقات الصلاة جمعها فتصلى إحداهما في غير وقتها المعتاد لها، إما قبله، إما أن تقدم صلاة العشاء إلى وقت المغرب أو بعده، أو تؤخر المغرب إلى وقت صلاة العشاء. وأسبابه ستة، ما الأسباب التي تبيح لك الجمع بين الصلاتين أو تجيز لك الجمع؟ قال الشيخ المطر وحده، المطر وحده يريد أن يخرج ماذا؟ الظلمة أو الطين، يعني ولو كان المطر بدون في النهار بدون ظلمة، ولو كان بدون طين. قال الشيخ المسألة الثانية والطين والظلمة معا، الطين والظلمة، الطين اللي هي يكون بعد المطر مع الظلمة، نعم في صعوبة، في مشقة، خاصة في
في الأوقات الماضية أو في الريف في الأماكن التي لا يوجد بها الآن الطرق المرصوفة اليوم كما نشاهد بالقطران نحو هذا، لا يختلف الوضع. طيب السبب الثاني الطين والظلمة معا، وعرفة الجمع في عرفة، نعم هذا أيضا من الأسباب، ومزدلفة، نعم كذلك في المزدلفة يجمع إيه بين المغرب والعشاء، وفي عرفة بين الظهر والعصر في نفس اليوم، يعني هو يوم عرفة أو ليلة عرفة، مزدلفة هي إيه ليلة عرفة، نعم، وهذه الليلة الوحيدة التي تتأخر عن يومها، يعني إحنا دائما نقول إيه اليوم ليلة مثلا الجمعة، إذا كان الخميس بالليل فليلة الجمعة هي تسبق يوم الجمعة، بخلاف يوم عرفة، يوم عرفة يقولون ليلة عرفة مع أن هي بعد اليوم، الليلة الوحيدة لذلك. أي نعم انتبهوا لهذا التعبير أحيانا، يعني قد يظن البعض يقول ليلة عرفة يعني كيف الشيخ يعبر عن هذا، لا هم يقصدون بهذا، نبهوا عليه في حواشف كتب، نعم عرفة في الليل، فعرفة في النهار ستذهب في وقت الظهر فتجمع بين الظهر والعصر، ثم تقف بعرفة لتجمع بين النهار وجزء من الليل، ثم تنفر إلى مزدلفة فتجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، واضح الكلام؟ طيب طيب المزدلفة قلنا مطر واحدة، الطين والظلمة، عرفة، المزدلفة، السفر، نعم السفر من أسباب المبيحة للجمع، لكن بشروط سيأتي ذكرها، كل واحد له شروط، معظم هذه المسائل لها شروط، لأن ليس السفر مطلق، إذا كان لا يشق على الإنسان أن ينزل في كل صلاة ولا تكون هناك رفقة يتعطل المسير أو التأخر عن المكان الذي يراد الذهاب إليه، فهذا إيه لا يعني يصلي في كل صلاة في وقتها في المحل الذي، لكن الآن أنت واخذ قطار مثلا طائرة تسافر بها، لا هذا تصلي تجمع فين، لا تجد يعني لا يكون الأمر ميسورا للجمع، فهنا يجمع. أيضا المطر وهو المرض، المرض المطر ذكرناه، المرض هو السبب السادس، وحكمه مختلف وبين كلا في محله، سيتكلم الشيخ عن كل واحد من هذه الأسباب بالتفصيل. فأشار إلى الجمع ليلة المطر بقوله ورخص أي سهل، يعني يسر من التيسير والتسهيل، لأن الرخصة ما هي الرخصة عند الأصوليين؟ الرخصة هي ما شرعت على خلاف الأصل لإيه؟ لعذر، في عذر هناك، هذه الرخصة، والرخصة دائما إيه؟ فيها إيه؟ تيسير، أي سهل على وجه الندب أو السنية في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر الغزير الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم بحيث يشق معه الوصول إلى المنازل، يعني هذا المطر الغزير يشق معه وصول الناس إلى المنازل وذهابهم إلى المسجد، يعني هم ذهبوا إلى المغرب صلوا المغرب فجاء المطر الغزير أو سيأتي أو سيأتي هذا المطر الغزير قبل الشفق بحيث يتعذر معهم ويدركونه بالسحاب والغيوم الكثيفة هذه، يعني يبنون عليها أيضا، لابد ليس من الشرط يعني كما ذكر الشيخ ولا فرق بين الواقع أو المتوقع بقرائن الأحوال، مش متوقع هكذا رجما بالغيب وبدون قرائن، لا أيوة نعم، وهذا ما نسميه فقه التوقع، فقه التوقع، وله مسائل كثيرة جدا ينبغي الاعتناء به، هذا الفقه عظيم جدا، فقه التوقع اللي هو الحكم على الأشياء قبل الوقوع، يعني المتوقع هذا إما أن يكون متوقع كاليقين أو ظنا غالبا أو ظنا يعني ليس غالبا أو شكا، فتنبني على كل احتمال وعلى كل هذه أحكام فقهية، فهنا الآن التوقع هو معنى لكن بقرائن الأحوال، يعني لا مش كلام متوقع هكذا فقط، ويعني الأهل القرى وأهل كذا يدركون هذه الأشياء. طيب ولا فرق بين الواقع أو المتوقع بقرائن الأحوال، يبقى بقرائن الأحوال راجع إلى ماذا؟ إلى المتوقع فقط،
أما الواقع هذا خلاص قارين الأحوال ليش هذا واقع ها؟ واختص الجمع بالمغرب والعشاء للمطر. طيب ما يعني خرج ماذا إذن؟ الظهر والعصر. لا يدخل معنا في الرخصة بالجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، لا يوجد جمع بسبب المطر في الظهر والعصر، واضح الكلام؟ لأنهما لماذا؟ لأنهما اللذان ورد بهما الخبر، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، لا هنا أثر فقط، وهو قول أبي سلمة، لكن من باب النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة إذا يقول سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه، من السنة إذا كان يوم مطر أو يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء. شفت؟ يبقى هذا من السنة. طيب الخبر في هذا ورد بماذا؟ ورد بالمغرب والعشاء، لم يذكر أبو سلمة الظهر والعصر، ذكر المغرب والعشاء، فيقتصر عليهما لأن مع كيف؟ ماشي يوم مطر، لكن ما اليوم لا اليوم اليوم يطلق ويراد به الليلة، ويطلق ويراد به النهار، ويطلق ويراد به اليوم بليله بليلته. نعم لا 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 يعني حتى لغة لا يعترض على هذا، يعني قد يطلق اليوم على الليلة، فيش إشكال، موجود حتى في القرآن وفي السنة تجد هذا الكلام يعني كثير. طيب ثم قال وأيضا تعليل آخر لماذا يعني اختص المغرب والعشاء الجمع بالمغرب والعشاء للمطر، قال وأيضا إنما يفعلان في الليل وهو محل الظلمة، ولا يتوهم من لفظ الرخصة الإباحة، مجرد الإباحة فقط لا، لأن الإباحة بعضهم أخرجها من الأحكام الشرعية، بعضهم أخرج الإباحة من الأحكام الشرعية باعتبار أنها لا تكليف فيها، لا تكليف فيها ولا طلب، على الخلاف في تفسير في في تعريف الحكم، هل هو طلب أو تكليف؟ الإلزام زي ما ذكر في نشر البنود ها، فهذا لا يبقى إذن ليس المراد بالرخصة الإباحة، وإنما قال لأن الرخصة قد تكون سنة وقد تكون مندوبة. ففي رواية ابن عبد الحكم الجمع ليلة المطر سنة، ابن عبد الحكم نقل أن حكم ليلة الجمع ليلة المطر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المدونة الجمع ليلة المطر سنة ماضية والأصل الحقيقة، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، قولهم الأصل الحقيقة. لماذا ذكرها الشيخ في عقب بها كلامه؟ هو خشي من أن يأتي أحد ويؤول قوله سنة بأنه مباح، قال لا الأصل الحقيقة، أنت الذي عليك يا من تريد أن تفسر السنة بأنها الإباحة أن تأتي بالدليل، لأن الأصل هو الحقيقة. نعم هذا هو الصحيح، هذه القاعدة نص عليه، وأقوى القواعد الفقهية ما قيل فيها الأصل هي هكذا، لأن عندنا القواعد الفقهية هذه درجات، فيما قيل في الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأعراض التحريم، فكل ما كان في القاعدة فيه لفظة الأصل فهذه تعطي قوة كبيرة، لأن الأصل معناه ماذا؟ هو القاعدة المستمرة، حتى تعريفها في اللغة هو القاعدة المستمرة. طيب ثم تأتي درجات أخرى، القاعدة فقهية أيضا لا يأتي فيها لفظ الاستفهام، ثم تأتي فيها ما فيها لفظ الاستفهام، هل كذا أو كذا، هذه على درجات أو مراتب القواعد الفقهية، وهذا معلوم من كتب القواعد ترجعون إليه، والشيخ محمود طبعا يعني على علم واسع بهذا طبعا باعتبار أنه هو يعني يدرس في القواعد في هذه الأيام. طيب ثم قال الشيخ بعد ذلك وقد فعله صلى الله عليه وسلم، طيب يعني هل ممكن يكون إباحة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا،
لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يزيد على الإباحة لأن أمر شرعي، فأقل الأحوال فيه أن يكون مندوبا. نعم. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله تعالى عنهم، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفعلهم لا يطرأ عليه نسخ. شوف الاستدلال المنطقي والأدلة، كل واحدة دليل، فأنت بمجموعها بمجموع هذه الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله لا يطرأ عليه نسخ، ماذا يفيد هذا؟ السنية، وأن هذا فعل باقي إلى يوم القيامة لا يمكن أن يطرأ النسخ. هل هناك نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ طبعا لا. وخاصة مما يؤكد عدم النسخ دائما فعل الصحابة، فعل الصحابة يؤكد أن هذا الأمر غير منسوخ. انتبهوا لهذه المسألة دائما في الاستدلال عندما تجد القول. ولذلك هذا الذي المتقدمون من الأئمة من الفقهاء يكثرون من القول بالنسخ، كلما وجدوا تعارضا قالوا بالنسخ فأكثروا، فجاء المتأخرون والمعاصرون فأنكروا كثير من مسائل النسخ، ومعهم الحق في أكثرها، في أكثر المسائل التي اعترضوا بها المتقدمين في أنها منسوخة أن هي ليست منسوخة. ولذلك يعني الشيخ مصطفى زيد لما كتب كتاب النسخ في القرآن الكريم في مجلدين وصل إلى أن النسخ في القرآن لا يتعدى 3-4 آيات، أما الباقي فالاعتراض فيه مدفوع ومردود، لا يوجد تعارض حقيقي، تعارض موهوم في عقل القارئ في عقل الفقيه في عقل المحدث، هو الذي قال بالمنسوخ. لكن لا، قد يوجد هناك ما يجمع بين التعارض، لأن النسخ لابد فيه من وجود شروط، منها أن يتحقق التعارض ولا يمكن دفع أحد الدليلين. القول الثاني أن يعلم التأخر أحد الدليلين عن الدليل الآخر. نعم، إذا لم يعلم لا يصح النسخ، شروط غير ذلك. فبالغ المتأخرون في النسخ، لكن المتأخرون حقيقة المتقدمون بالغوا، المتأخرون لا، نظروا ودققوا وبحثوا. ولذلك السابقون قد يكون لهم تعقيب وقد يكون لهم في فوائد، يعني في فوائد يأتي منها، يعني مش دائما المتقدم هو يعني له يعني الصواب دائما. طيب، ثم قال الشيخ طيب وفعلهم لا يطرأ عليه نسخ وألحق بالمطر الثلج والبرد، الثلج والبرد. طيب احنا قلنا المطر وحده الغزير الشديد هذا ايه مما يعني يبيح الجمع او يجيز الجمع بين المغرب والعشاء. ألحقوا بهذا ماذا؟ الثلج والبرد. الثلج طبعا الثلج هو الكبير هذا المتجمد، البرد هو الحبات الرقيقة هذا مثل حصى حبة الفول أو أصغر الحمص، هذا يسميه البرد. فهذا يعني إيه، كلاهما يلحق بالمطر الذي جاء منصوصا عليه في السنة المطر. الفقهاء جاءوا ألحقوا قياسا من باب القياس الثلج والبرد بالمطر. طيب، ثم قال الشيخ وكذلك أي رخص في الجمع بين المغرب والعشاء في كل ليلة ذات طين وظلمة، بشرط ذات طين وظلمة. طيب، ظلمة لماذا؟ قال لكونها يعني نكون سببها، سبب هذه الظلمة من ليالي آخر الشهر. طيب، ليالي آخر الشهر العادة يكون القمر ماذا؟ خلاص انتهى بداية الشهر، نعم ذهب، فتكون ظلمة شديدة. طيب، إذا كان مع تلك الظلمة الطين، الطين ما معنى الطين؟ الذي يأتي الوحل الذي يكون إيه بعد المطر. فالطين مع الظلمة طبعا فيها مشقة كبيرة جدا، كما قلنا هذا في الإيه في القرى والأرياف وفي الأماكن التي الطينية، لا في المدن التي نعيش فيها اليوم، فهذه ليس إيه لا يتوفر فيها ذلك. فيبقى ما دام ما فيهاش فيها ظلمة فقط، هنا في المدن اللي احنا فيها دلوقتي في ظلمة ما فيش طين، يبقى ما فيش لم يتوفر فيها سبب الجمع هنا، فلا يباح الجمع، فيش جمع هنا.
طيب قال لا ظلمة الغيم نهارا فلا يجمع لأجلها. نعم في النهار أحيانا تأتي ظلمة الغيم والسحاب فيأتي في ظلمة، لكن يبصر الإنسان معها يعني الأمور تصبح واضحة بالنسبة له، وإن كان هناك بعض ظلمة بسيطة جدا. قال الشيخ فهذه لا يجمع لأجلها، لا يعتبر هذه الظلمة، لا تعتبر لأن يبصر معها المرء، وإنما الكلام على الظلمة التي لا يبصر لا يكاد يبصر معها المرء ويكون معها الطين، فهذه هي التي فيها مشقة السير في الطرقات، يكون فيه مشقة بالغة. طيب ثم قال فلا يجمع لأجلها ولو انضم لها طين أو ريح شديد مدام في النهار، وإنما يطلب ذلك الجمع في حق أرباب المساجد الساكنة بغيرها رفقا بهم في تحصيل فضل الجماعة لهم من غير مشقة زائدة. لكن يعني هذا في ناس لا يسكنون في المسجد وإنما يسكنون في مساجد ولا متصلة بالمسجد، بعيدة نوعا ما، مش لازم تكون بعيدة جدا، بعيدة نوعا ما، فهذا إيه؟ هذا هو الذي يباح له الجمع. لكن إذا كان كما قال الشيخ أرباب المساجد يصلون في داخل المسجد يسكنون فيه ويعيشون فيه، هذا سيأتي كلام عنه. طيب لكن قال الشيخ إنما يطلب الجمع في حق أرباب المساجد الساكنة بغيرها، بغير المساجد، الذين لا يسكنون في المساجد، لكن الذي لا الذي يسكن في المسجد ما عندوش عذر يعني الجمع سبب، ليس معه سبب، وإنما سبب الجمع هنا مجرد أنه سيذهب إلى البيت ويأتي فيه مشقة في الذهاب والمجيء مع تلك الظلمة وذلك الطين. هل أصلوا في رحالك؟ الذي وقع في غزوة حنين، نعم فتح الله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، نعم قال نادى في الصحابة وقال لهم أن صلوا في رحالكم، أن صلوا إيه في رحالكم، هذا حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يصلوا في رحال من مشقة، نعم أيوة تمام. طيب ثم قال الشيخ، طيب خليك معي هنا، قال الشيخ اللي عنده سؤال يجعله في آخر الفقرة، عندما ننتهي فقرة تقرأ النص ونبينه كما تشاؤون بإذن الله. قال بغير رفقا بهم في تحصيل فضل الجماعة لهم من غير مشقة زائدة، وإحنا قلنا دائما التشريع جاء بماذا؟ برفع المشقة عن المكلفين. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله لنفسه إلا، وأخذ من مجموع الأدلة التشريع كلها مقصد عام، وهو إيه؟ أن الحرج مرفوع، الحرج مرفوع، وهي القاعدة الفقهية التي أخذوها الفقهاء اللي هي إيه؟ المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، لكن هذا المقصد يكون أعم من ذلك كله ويكون له حجية زائدة. طيب قال الشيخ هنا الإمام النفراوي من غير مشقة زائدة بسبب ذهابهم قبل شدة الظلام اللاحقة لهم، يعني يذهبون إلى المغرب، المغرب طبعا لا يكون هناك ظلمة شديدة، تكون الرؤية واضحة اللاحقة لهم، الظلمة تكون عندما تخرج من صلاة المغرب تكون هناك الظلمة ولا الظلام الحالق قد يعني بدأ يلف يعني الكون. فيقول اللاحقة لهم إن صبروا لغيبوبة الشفق، ولذلك لا يجمع أرباب المساجد المعتكفة بها، نعت للأرباب المعتكفة بها، المعتكفة بتلك المساجد، إلا تبعا لمن منزله خارج عن المسجد كالمجاورين بالأزهر المنقطعين به، يعني الطلبة اللي كانوا يسكنون هنا هذه الأماكن كان يسكنها الطلبة، هذه الأروقة التي معنا هذه نراها اليوم يعني يؤخذ فيها الدروس، هذه كانت محلا لسكن الطلبة، ثم بعد فترة يعني نقلوا أو رحلوا أو يعني غير مكانهم إلى الأروقة العلوية، كانوا يسكنون هنا حياتهم كلها هنا، أكلهم وشربهم ونومهم في هذه الأمكنة، وكانت متصلة بالمساجد، ثم بعد ذلك غيرت إلى الفوق وأصبح لها مدخل خارجي إلى آخره. فهؤلاء المجاورين في الأزهار الذين يسكنون داخل الأزهار لا يجمعون كما يقول الشيخ،
إلا تبعا للإمام. الإمام لكن الإمام لا يسكن في داخل المسجد، لا يجاور، يسكن خارج المسجد، فمن حقه أن يجمع لأن في ذهابه ورجوعه إلى البيت في مشقة. طيب ما حكم أولئك المجاورين بالأزهار في الفرقة الرقة، هل يصح لهم الجمع؟ قال الشيخ نعم يصح تبعا، يعتبر إيه تبعا. ولذلك نرجع إلى القاعدة دائما اللي هي التابع تابع، وقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر فيه في المتبوع، يعني فهنا اغتفروا له مع أنه لا يجوز له في الأصل الجمع، لكن ما دام تابعا اغتفر، فيغتفر القاعدة الفقهية يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. فالمجاورون بالأزهر يجمعون بين المغرب والعشاء تبعا لإمامهم الذي يسكن خارج الأزهر، فهذا يصح، وكذلك في أي مسجد. نعم، لا يجمعون إلا تبعا للإمام الذي منزله خارج عن المسجد. وأما لو كان الإمام من جملتهم، يعني مما يسكن أيضا في المسجد، لوجب عليه استخلاف من منزله خارج عن المسجد، ويتأخر المعتكف يصلي مأموما تابعا. إذا كان الإمام هذا معتكف أو بالجامع، لا يجوز له أن يصلي بالناس إيه إماما جمعا، لا يجوز له أن يجمع. لماذا؟ لأنه لم يشرع في حقه الجمع إلا تبعا، فلا يصح أن يكون إماما، ولكن يصح أن إيه أن يقدم أحد من يسكنون خارج المسجد فيصلي به إماما ويكون هو إيه مأموما، ولا إشكال في ذلك. طيب، قال الشيخ تنبيهان: الأول، لو صلى شخص المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجد الجماعة في صلاة العشاء، فإنه يجوز له الدخول معهم حيث يطمع في إدراك ركعة. لماذا؟ ليحوز فضيلة الجماعة، ما دام يعني وجدهم قياما ويصلون العشاء فيجوز له إيه أن يلتحق بهم. إذا كان صلى المغرب في بيته يجوز أن يلتحق بهم ولو كانوا هم في صلاة العشاء. نعم، يجمع ليحوز فضيلة الجماعة. ونية الإمام، يعني هو لم يقصد، لم ينوي الجمع، هو صلى المغرب في بيته، لم يكن في نيته الجمع عندما صلى المغرب، وإنما عندما جاء وجدهم يصلون العشاء. طيب نيته كيف، ماذا يفعل؟ قال الشيخ: ونية الإمام، النية الإمام الجمع تقوم مقام نيته، لأن هو لم ينوي الجمع عندما صلى المغرب في العشاء، جاء إلى المسجد وجدهم يصلون جمعا، فيجوز له أن يجمع، ويغتفر النية هنا، تغتفر نية الجمع باعتبار أن يعني يرفعها عنه الإمام هنا. وأما لو وجدهم فرغوا من الصلاة، من صلاة العشاء، أو في التشهد، وجدهم في التشهد الأخير، فلا يدخل معهم ويؤخر العشاء للشفق، يعني لا يصح له أن يجمع هذا الشخص لأنه خلاص فاته الجمع، إلا أن يكون المسجد الذي دخله ووجد أهله قد جمعوا أحد المساجد، يعني الثلاثة، مكة أو المدينة أو بيت المقدس، مسجد الأقصى، فإنه يجمع لنفسه لعظم فضلها، يجمع إيه؟ لنفسه لعظم فضلها على الجماعة في غيرها. يعني ماذا يفعل؟ إذا صلى المغرب في بيته وجاء إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، يجمع منفردا. أي نعم، وجد جماعة تامة يصلي وحده جمعا، لا يصلي جمعا العشاء فقط. نعم. الثاني، تنبيه الثاني: الذي منزله متصل بالجامع ولم يأتي الجامع ليس له الجمع تبعا لأهل الجامع. هذا بيته متصل بالمسجد أو بالجامع ولم يأتي الجامع، ليس له الجمع تبعا لأهل الجامع،
فلو خالف وجمع مع أهل المسجد صحت صلاته. يعني إحنا بنقول له في الأصل ليس لك أن تجمع معه لأن بيتك متصل وليس لك يعني أي عذر، ما فيش عذر، أنت مجاور تعتبر كمن يسكن في المسجد، لا الفرق، البيت متصل. قال لكن لو خالف وجمع صحت صلاته مراعاة لمن يقول بجواز جمعهم تبعا لأهل المسجد. يعني هناك قول يرى أنه يجوز لهم أن يجمعوا تبعا لأهل المسجد. أي نعم فيجوز. أيوة نعم تمام. طيب هذا التنبيه الثاني اللي هو إيه؟ يبقى ذكرنا الآن المطر وحده أو الطين مع الظلمة. نأخذ الصفة يعني نحاول ندركها. طيب ثم شرع في صفة الجمع للمطر أو الطين مع الظلمة بقوله ويؤذن للمغرب أول الوقت. واضح الكلام، لن أطيل في الشرح باعتبارنا إن شاء الله يكون الكلام سهل. على جهة السنية خارج المسجد يؤذن خارج المسجد. على المنار، لماذا نبه على المنار؟ لأنه سيأتي أن العشاء يؤذن في صحن المسجد برفع صوته حكم المعتاد، يعني في حكم المعتاد يصلي عادي في الوقت في أذان المغرب في نفس الوقت إلى آخره. ثم يؤخر المغرب ندبا عن أول الوقت، يؤخر الصلاة قليلا في قول مالك بقدر ما يدخل وقت الاشتراك اللي هو الاشتراك مع العشاء، لأن وقت الاشتراك مع العشاء إيه؟ لا 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 قبل لا 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 عند الفراغ من صلاة المغرب مع تحصيل شروطها يدخل وقت العشاء الضروري. أيوه هذا وقت مشترك، هذا الاشتراك القبلي اهو، هذا نسميه الضروري القبلي لأنه عندنا ضروري قبلي وفي ضروري إيه؟ بعدي. وهذا الذي سوغ جمع العشاء مع المغرب أولا ماذا؟ لأن هناك وقت اشتراك أيوه مشتركتي الوقت بمجرد الفراغ من وقت صلاة المغرب، والكلام هذا واضح وسبق تكلمنا عليه. طيب لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب وما بعده مشترك، واضح الكلام؟ أيوة. وقيل قدر حلبة شاة، يعني 10 دقائق ربع ساعة، المهم قدر حلبة شاة، لمن تعود حلب الشاة يبقى إيه يكون عنده الأمر ميسور. وهو وقول مالك هو المشهور اللي هو إيه أن يؤخرها بقدر ما يدخل وقت الاشتراك. نعم اللي هو التأخير قليلا. وعلة التأخير ليأتي من بعدت داره، ولا يقال وقت المغرب مضيق فتأخيرها مناف لذلك، كيف تؤخرون صلاة المغرب وقتها ضيق؟ طيب قال لأننا نقول تأخيرها مراعاة للقول بامتداد اختياريها للشفق، فإن له قوة في باب الجمع. شفت فإن، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ضعوا تحت خط واحفظوها حفظا، عليكم تحفظوها هذه. ما شفت التصرف في الفقه والاستفادة من المسائل كيفية الاستفادة منها، وسأنبه عليها أكثر. فإن له قوة في باب الجمع رفقا بالناس، شوف كيف أصبح الرفق بالناس ورفع المشقة عنهم والحرج سببا في القول بماذا؟ بامتداد وقت المغرب، تأخيرها مراعاة القول بامتداد المغرب للشفق، فإن له قوة في باب الجمع رفقا بالناس في حصول فضل الجماعة لهم. فهذا لا ينافي أنه في الأوقات الأخرى ماذا؟ أن نقول لا وقتها بقدر تحصيل الشروط مع أدائها. نعم. وأيضا نص على جواز التأخير قليلا لمحصل الشروط قبل دخول وقتها. إنسان حصل الشروط نقدر أيضا أنه يحصل الشروط ولو كان متوضئا وقبل دخول الوقت، فنقدر أنه يعني يؤخر قليلا أيضا ولو كان محصل الشروط. مع ذلك فيبقى ألا يكون التأخير قليلا مقبولا في الجمع بين المغرب والعشاء؟ يكون مقبول، ما في أي مانع، لأن هذا إذا كان هو الأصل أن يكون هناك تأخير بقدر
تحصيل الشروط، فما بالك إذا كان الجمع الذي هو لما فيه من رفع الحرج عن الناس ونحو ذلك. طيب، ثم قال: ثم بعد التأخير قليلا، بعد تأخير صلاة المغرب قليلا، يقيم المؤذن الصلاة في داخل المسجد ويصليها، أي المغرب، من غير تطويل. تكلمنا قلنا أقصر صلاة هي المغرب، أقصر قراءة، لأن تقصيرها أي تقصير القراءة فيها مطلوب في غير هذا، فهذا أولى. شوف الأماكن التي يكون فيها الرخص دائما يكون فيها التيسير أكثر. قلنا إحنا الشارع رفع المشقة عن عموم التكاليف، عندما تأتي إلى باب الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا زيادة على إيه؟ رفع الحرج العام في التشريع. فلازم تتنبه دائما، ولذلك احنا في الحج دائما بنراعي الناس، ياتي يسال نقول نيسر له اكثر مما يتصور. يقول يعني لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم راعى في الحج، وفي مشقه يعني عجيبه الحقيقه الحج، فلا بد من مراعاه، والا سيقع الناس في مشقه فادحه حقيقه. طيب، قال الشيخ: ثم بعد الفراغ من صلاة المغرب وانصراف الإمام من محل صلاته، يؤذن للعشاء إثر صلاة المغرب من غير مهلة، أي انتظار، لا ينتظر مباشرة. عندما يؤذن يسلم الإمام: السلام عليكم، السلام عليكم، يقوم المؤذن ماذا يفعل؟ يؤذن العشاء، ولا تسبيح ولا تحميد من المؤذن في داخل متعلقة بيؤذن أو يؤذن، يؤذن في داخل صحن المسجد، بخلاف المغرب قلنا يؤذن على المنار، لأن هذا هو إعلام بدخول الوقت، لكن هنا ليس إعلاما لدخول الوقت، وإنما لإيه؟ إعلاما بالجمع بس. سيوهم نعم، سيوهم جزما أن العشاء دخل فيوقع، لا سيؤذن بعد ذلك في العشاء، نعم ما فيش كلام، يؤذن. طيب، يؤذن العشاء في داخل صحن المسجد بصوت منخفض، لأنه ليس لطلب الجماعة، ولذلك كان مندوبا، ها، ولذلك كان إيه؟ مندوبا، بخلاف الأول المغرب قلنا هذا سنة، لكن هنا مندوب. وعند دخول الوقت يسن الأذان على المنارة بصوت مرتفع ليعلم أهل البيوت أو ليعلم أهل البيوت أن هذا وقت العشاء، ويقيم للعشاء ثم يصليها سريعا، ثم ينصرفون إلى منازلهم، والحال أن عليهم الإسفار، أي بقية من نور النهار، بحيث يصلون إلى منازلهم قبل مغيب الشفق. يعني ينبغي أن يختم، أن يخرج يسلم صلاة العشاء ويكون هناك نوع من الرؤية، أيوة، لا تصل به إلى مغيب الشفق، لأنه إذا غاب الشفق يعني أظلم الليل كثيرا. طيب، تنبيهات كثيرة حقيقة نتوقف عندها لنشرع فيها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفيها. الله الله يا رحيم على مسلمين، يبعد سلامي في كلمتين يا الله، مشتاق لنسها الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.